FM. الكل ملك. مش بالعالم. تنبيهام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بإعدادها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بين وبين الواقع. فرامي مش بالعاني. في حوار حصري أجره مراسل نشر في العتروس مع قاضي محكمة الكاف على لا هذا الأخير حكمه على المجرم المغتصب بالزواج من الفتاة القاصر التي اغتصبها. قال القاضي أكبر عقاب قد يناله المجرم هو الزواج خاصة في تونس، ولو كان للمجرم علم بما ينتظره بعد الزواج لاختار السجن أو الشنق. تنفرد وكالة رامي للأنباء ببث تصريح حصري لأبو عياض قال فيه أنه قد يموت مرة أخرى في الأيام القادمة، داعيا جميع محبيه إلى عدم القلق لذلك، فهو سيعود من جديد إلى الحياة، كما دعا وسائل الإعلام إلى الاتصال بمكتب إعلام داعش حتى يستقوا المعلومات الصحيحة. في حركة احتجاجية قام بعض الفلاحين بقطع طريق منزل بوزلفة من ولاية نابل بإلقاء القوارص لسان عصفور ومدلينة في الطريق العام، إلا أن هذه الحركة الاحتجاجية لم تتواصل أكثر من 5 دقائق نظرا لقيام المواطنين بالاستيلاء على كمية القوارص ظنين أن البضاعة قد تقدم بالمجان. هذا وشهدت شوارع العاصمة اليوم مسيرة نسائية بالألاف مطالبين بحقهم في المساواة أمام القانون وتزويجهم بكل رجل اعتدوا عليه. علمت وكالة رامي للأنباء أن انطفاء الأنوار في برج إيفل ليس حزنا أو حدادا على حلب، وإنما يعود إلى عدم خلاص إدارة البرج لفاتورة الكهرباء، فقامت ستاك فرنسا بقطع الكهرباء وحجز العداد. قال نقيب سراق مطار تونس قرطاج أن سراق المطار وطنيون وسيتصدون لعودة الإرهابيين التائبين إلى تونس، وذلك بسرقة أمتعتهم وحتى سرقتهم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود للتصدي للأخطار التي تحدق بتونس، وكل يساعد تونس بما يبرع. ختاما، بعد غلق شركة بتروفاك نهائيا تسريبات من داخل قصر الحكومة تفيد بنو يوسف الشاهد بعد نوبة عصبية شديدة وحادة أغلق على نفسه المكتب وغنى لسعد المجرد ومشيت فيها ثم وش لازم يعلي عام.